يا سلام يا سلام، الله يمسيكم بالخير جميعا. فريقكم بهذا من البدين بهذا، العب بالمرجيحة وخذ راحتك بعد. يا سلام يا الأجواء اللي رشينا النجيل مثل الوقت هذا، هذه جهة الغرب يهبهب علينا براد تهبهب. سلام يا سلام، بس أظن مع هالبراد هذا يبين الطعس. الطعس له جو ثاني، له استكنان قمرية اليوم، لازم طعس لازم. عاش يا ابو حميد عاش، الحين اعطيك من حليب هالخلفات نخليك تشتغل، تخليك تشتغل زين بيبي. عاش يا ابو حميد. لا عز الله كنسلنا الطعس خلاص. اي والله دامكم ترشرش وتزين الجلسه يا حمود ما بكبر زين الامور، معلقين الثوب على النخاله. اي بله هلا برمان، مرحبا. هذا واقع بها تقل بها بهالمحض، واقع بهالحليب. اي تميره ما صار نشهد تميره ابو شمردل. عاش والله ابو شمردل، ما سكت معها اليوم. الله يعينك يا حمود، ترى هذا 30 بعشرة. الله يعينك، ترشرشها كل ابوها اليوم. اي كل يوم على الشغله هذه لما يدخل اكتوبر انت ترشرش. عاد هاك اليوم حطينا ترى الرشاش هي. ايوه وحطينا الهوز وتلف علي اكثر. من اللي كسرها؟ والله واحد بس مو شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا من يصبحنا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يلا حيا أبو بدر. يا هلا أبو حمود. يا هلا بك العلوم. يا هلا بهذا قلبي. يا عليك بقلبي أنت العلوم. والله علوم زينة. الأخبار مبين جاك من دائرة حكومية. والله حصل بو ركبت لوحات ما تدق. شوف دائرة حكومية مبين. أعرف خوياي أنا متى صار بالدائرة الحكومية. والله من السمكري يمك على عند محاصيل الشمال، وعنده طال عمرك معلومة الزينة هو فعالية الصيفية. أبو حمود تعال أبو حمود عبر الحدود، تعال إني شبه الشمام. تعال يا ولد أفكار ما أدري من يطلع يا ويلي، دايم تحفنا بأفكار ما شاء الله تبارك. هذه ودك تأكلها كذا على طول؟ أعطان ودك كذا لحسة واحدة، ما هو سكريم الغالي والله غلطان. لا من العقب هو اللي يبقى تشرب يبقى ما يبقى. يا اخي هذا اللي جابه هذا ترى ما تلقى بهي مقطوع، هذا راح مع الطيبين. والله هذا الشمام طال عمرك، هذه فكرته. هذا الصغير والبطيخه هذه الكبير، وفيه البطيخ المقطع جاهز بالصحون هذه، والله انها مليان. هذه بخمس ريالات، وهذا الشمام الله يبارك. عاد هناك بالاكواب شخص فيها الفاكهه والرمان. طال عمركم باكي جاهز، عبي لك بهالكرت. هذا متشفقن فنجان الضحى ابو حمود. اي والله يا حبيبي الله يحبك. من الفجر؟ ها؟ من الفجر صاحي؟ اي والله. يعني من شبة المتقين؟ نعم. وجيت لشبة المفلسين. والله يا جماعة الخير، النية محاصيل الشمال لكشتات وتقطيع يوم تطور ما شاء الله، صرنا والله نتقضى منها الحاجات كبيرة. يعني حتى البطيخ صرنا ناخذه كبير، يعني وقت صار عندك مناسبه تاخذ البطيخ كبير ما شاء الله، خضره بكل شيء ملم. نعم ايش تبي؟ ابشر والله بالماء، يبي بارد، لازم بارد. الله يبارد. هذا قسم الحلويات، خلوه من قسم الحلويات، اما اللي يجي محصل الشمال يجرب هذول.
جرب هذول طعمك بسكوت طعمكم طبيعي على كيف كيفك تاخذ الوحدة تيجي تاخذ ثنتين عقبها هذه ثلاجة السعادة هذا الجبرق ورق العنب الكبيبات كل عادي يسميه اسم هلا عاش من جبل فناجيل ودل ولا بريد مخدر به ورق شاهي طيب الله اعمالك اشت 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 كيف اشت اشت طيب اعمالك بالافراح ان شاء الله ما يبي الارسي بالغنم هو اشتغل هذا الجبهة ما شاء الله تبارك الله ليلة قمرة وانا ساعة ومعشين الربع اليوم اللي جايين من مكة خيانا المنتدبين الله يعطيهم العافية ويكتب أجرهم إن شاء الله وهذه فرحتنا بهم يستهلون كل خير يحييهم محلهم عند إخوانهم